الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي الدكتور خالد محمد حسن، أستاذ مساعد جراحة التجميل كلية الطب جامعة المنيا. احنا النهاردة بنشارك في فعاليات المؤتمر بتاع جراحة التجميل الدورة 49، المؤتمر السنوي بتاع الجمعية. النهاردة طبعا دي رسالة لإخواننا الشباب الأطباء في تخصص جراحة التجميل، إن هم ياريت تبقى في المشاركة في المؤتمر بالحضور أو بإلقاء الأبحاث، على قد يعني حتى لو كانت أبحاث بسيطة احنا بنشجع صغار الأطباء بإلقاء الأبحاث، عشان يبقى دي بتشجعكم على البحث وعلى استخراج المعلومات وعلى التعلم، دي حاجة بتبقى مفيدة جدا ليكم. فرجاء منكم الحضور ومحاولة عمل أبحاث والمشاركة بها بإذن الله. أنا النهاردة في المؤتمر ده كان عندي بيبر بحث عن فلاب بنعملها جديدة في تصليح عيوب إصابات أطراف الأصابع، اللي هي الريفرسد فلو هوم ديجيتال فلاب. دي فلابة بتترفع بالماجنيفيكيشن باللوب مايكرو سيرجري، نرفعها على الدومينانت ديجيتال فيسل في الصباع وبنحور حركها تو ريكونستراكت الديستال ديفكت بتاع الفينجر. دي البيبر دي كويسه ومفيده، وهتلاقوا البرزنتيشن موجوده على الموقع بتاع الجمعيه ده ان شاء الله.